وبالتالي الكورليشن ستيب هو بيقدر يحسب من السيجنال
ليه؟ الزمن اللي استغرقته السيجنال عشان توصل من السبلاي لايه؟ للريسيفر. تمام؟ يبقى انا عندي الكورليشن ستيب هو بيحول السيجنال دي بقى لايه؟ تايم لاج. التايم ده اللي استغرقته السيجنال عشان تطلع من السبلاي توصل ايه؟ للريسيفر. التايم ده لو ضربت بسرعه السيجنال هيديني ايه؟ ديستنس عباره عن ايه؟ من الساتلايت للريسيفر. تمام؟ وايه الديستنس اللي بيبحث عنها ايه؟ الريسيفر. مش قلنا احنا محتاجين ديستنس من الساتلايت للريسيفر زائد الاورنس بتاعت ايه؟ الساتلايت. هو عمل ايه في الكورليشن؟ هو قدر يجيب دلتا تي اللي هي الزمن اللي استغرقته السيجنال عشان تطلع من الساتلايت لايه؟ للريسيفر. هيضرب في السين اللي هي السبيد اوف لايت او السبيد اوف السيجنال هيجيب ايه؟ الديستنس من الساتلايت للريسيفر. تمام؟ دي معلومه بس ليكم انه عشان يعمل كده في السيجنال لازم تكون راندوم. يعني الطول الموجي بتاعها مش ثابت. ده فين؟ ده موجود في الكود سيجنال. خلينا نشوف الكود سيجنال هنلاقي ان فيه حاجات كبيره وحاجات صغيره. كويس؟ السيجنال ما بتكررش نفسها. وبالتالي لما يجي يعمل الخطوه بتاعت الكولوريشن بيقدر يفرق بين الويف لينسز المختلفه. وبالتالي ببساطه بيحدد لها دلتا تي. تمام؟ ليمبو. تمام؟ يبقى الكود سيجنالز عشان هي سيجنالز ما بتكررش نفسها الويف لينسز بتاعتها مختلفه. كويس؟ بيقدر يحدد لها ايه؟ الزمن واستغراقات السيجنال ببساطه. بيضرب في السبيد اوف لايت بيطلع لي حاجه اسمها سي 1 كود اوبزرفيشن اللي هي عباره عن ديستنس على ايه؟ سي 1. نفس القصه بيعملها البي كود وبيطلع دلتا تي وبيطلع لي كود اوبزرفيشن لبي 1. كود اوبزرفيشن معناه ايه؟ ان هو ديستنس بين السبلايت والريسيفر. تمام؟ لما بيجي يعمل ده بالنسبه للكاري نتيجه الويف لينسز دي متشابهه ما بيقدرش يحدد بالظبط الدلتا تي. تمام؟ يعني الدلتا تي تحديدها هنا صعب. فبيحدد دلتا تي بلس ايرور. ايرور يعني بنسميه ان. تمام؟ انا عندي كود سيجنالز وعندي كاري سيجنال. تمام؟ قبل بتاعت الكورليشن هو بيحدد ايه؟ الدلتا تي. الكود سيجنالز الميزه بتاعتها ان هي سيجنالز ما بتكررش مع بعض. كويس؟ وبالتالي بيقدر يحدد لها الدلتا تي اكيوريس. هتبقى كويس؟ بيضرب السي بيجيب لي ايه؟ كود اوبزرفيشن. عشان يجيب الكارير اوبزرفيشنز بيعمل نفس الستيب لكن ما بيقدرش يحدد الدلتا تي بتاعتي بيبقى عندي ايرور كده اسمه ان. بس وبالتالي ليه سيجنال رقم واحد اللي هي بنسميها ال1 سيجنال اللي هي عباره عن الجزء ده اللي هي الموديليت سيجنال دي بيطلع لي كود اوبزرفيشن عباره عن ديستنس بين ساتلايت والريسيفر على سي 1 وعلى اي 1 وبيطلع لي كمان كارير او فيز اوبزرفيشن على الفاي 1. لكن عايزين نعرف ان الفاي 1 اللي بيطلعها الكارير اوبزرفيشن دي فيها مشكله او فيها ايرور اللي هو عباره عن ايه؟ الان. تمام؟ دي حد مش فاهم؟ هي الفاي 1 ايه بالظبط؟ الكاسك والان المفروض عدد الاختبارات بالظبط. يبقى تاني عندي سيجنالز دي عباره عن كود سيجنالز كارير سيجنالز. الكود سيجنالز هي اللي بيحدد ليها الدلتا تي ببساطه. كويس؟ بيطلع دلتا تي بيضربها في السبيد اوف لايت او السبيد بتاع السيجنال بيطلع منها ايه؟ ديستنس. فبيجي يعمل نفس الستيب للكارير ما بيقدرش لان كل الويف لينس بتاعت الكارير شبه بعض فبنلاقي ان في ايرور او في حاجه بنسميها كونستنت كده
اسمه ايه؟ ان. تمام؟ وبيسمي ال ان بي او بيسمي ال observation دي عباره عن فيز observation او carrier observation. بس وبالتالي الريسيفر بيحول السيجنالز دي لنوعين من ال observation، كود observation وايه؟ وفيز observation. صح؟ ايه فرق الديستانس بتاع الكاريير؟ يعني انا ما جيتش ليه بتاعت الكود بس؟ بتاعت سي والبي يعني ممكن تكون 10 دقايق. نفسه. ايه فايده الكاريير؟ هتيجي شويه بعد شويه في الشهر اقول لك ايه فايده الكاريير. تمام؟ المهم احنا فهمنا دلوقتي ان السيجنالز دي خلاص اتحولت لايه؟ للديستانس. الديستانس دي نوعين. ديستانس من الكود ودي صح. كان ولا تبقى صح. والديستانس من الكارير فيها مشكله ان فيها ايه؟ ار او كونسنت بسميه ايه؟ ار. بيعمل ده ال1 ويطلع فيس وكود وبيعمله ال2 ويطلع فيس وكود وبيعمله ال5 لو عندي سيجنال بتكتر ويطلع لي فيس وكود. تمام؟ طيب يطلع لي الكلام ده بقى شكله عامل ازاي؟ الكلام ده بيطلعه فايل اسمه observation file. كويس؟ يعني حضرتك بتنزل بالريسيفر ترصد كويس؟ هيرصد ساتلايتس، ساتلايتس دي هيتراك السيجنالز بتاعتها والريسيفر على طول هيحولها لك ايه؟ observation بالشكل اللي احنا شرحناه. في الاخر انت هتيجي تحمل الاوبسرفيشن دي على الكمبيوتر بتاعك هيطلع لك فايل اسمه observation file. لما تيجي تفتح الاوبسرفيشن فايل ده مين حاجه اسمها فورمات. فورمات يعني ترتيب معين. يعني الجزء الاولاني ده بنسميه كده اي سطر من ده بيبقى معروف وثابت. تمام؟ يعني تجيب اي ريسيفر وتطلع منه اي اوبسرفيشن في الاخر احنا بنطلع الاوبسرفيشن دي في فايل بالشكل ده. الفورمات بتاعه ثابت عشان يوضح كل الريسيفرز بتاعتنا. كويس؟ الفورمات ده بنسميه راينكس. راينكس فايل. راينكس فايل. الراينكس فايل ده عباره عن اوبسرفيشن فايلز ليها فورمات. يعني ايه فورمات؟ يعني كل رقم مكتوب في الفايل ده ليه لاين وليه كولم. يعني مثلا اول لاين هنا واي اول كولوم هتلاقي مكتوب 2.1 ده بيديني الفيرجن بتاع ايه؟ بتاع رايت سبايل. اي رايت سبايل هتفتحه هيبقى فيه الرقم بتاعه موجود في المكان ده تحت ده بسميه ايه؟ فورمات. تمام؟ رايت سبايل ده او اوبسرفيشن فايل ده في ايه؟ في اوبسرفيشنز للريسيفر ايه؟ حولها من السيجنالز. وقلنا في نوعين من الاوبسرفيشن كود وايه؟ وفيز. كويس؟ هتلاقيه بيديهم لي بالشكل ده. تمام؟ طيب شكلهم عامل ازاي؟ او ان انت ممكن بعد كده تروح السلايدز وعندك جي بي اس والراجل اداني الاوبسرفيشن فايل ازاي الاوبسرفيشن فايل ده تتراه؟ ببساطه شديده جدا الاوبسرفيشن فايل ده بيديلك الديستنس بتاع السلايد والريسيفر. وتبقى عارف ان في نوعين من الاوبسرفيشن دي كود وكام او فيز. تمام؟ لما تيجي تقرا الاوبسرفيشن فايل ده تلاقي فيه هيدر بيديلك معلومات عن النقطه بتاعتك. ايه المعلومات دي؟ بيديلك نوع الريسيفر اللي انت استخدمته ده بيبقى متخزن على الريسيفر بس ومديلك انيشال كوردنتس كده للبوينت بتاعتك فيها اكس وواي وزد. كويس؟ وبنديهم لك اكس واي وزد. وهتلاقي تحت الهيدر ده جايب لك حاجه كده تيجي تقراها من على اليمين اسمها تايبس اوف اوبسرفيشن. تايبس اوف اوبسرفيشنز يعني ايه؟ يعني الاوبسرفيشن دي نوعها ايه؟ هل هي كود وكاري ولا نوعها ايه؟ فهتلاقي ليها ترتيب بتبدا من بي 1 وال 1 وسي 1 وبي 2 وال 2.
ال بتعمل ايه؟ للفيس اوبزرفيشن، والسي 1 عباره عن كود اوبزرفيشن يعني سي 1، والبي 1 او 2 هي عباره عن كود اوبزرفيشن برضه. تمام؟ فالاوبزرفيشن فايل بتديني ايه؟ ترتيبه الاوبزرفيشن فايلز بتاعتي. الريسيفر حولها من ايه؟ من السيجنز. تمام؟ الترتيبه دي هي نفس ترتيب ايه؟ الكولومز بتاعتي. يعني هنا في بي 1، هنا في ال 1، هنا في سي 1. سي 1 مش موجوده، معنى كده ان هو ما قراش سي 1. هنا في بي 2، هنا في ايه؟ ال 2. تمام؟ طيب ده الكولومز. الروز يعني ايه؟ الروز دي معناها ايه؟ دي معناها الساتلايتس اللي رصدها الريسيفر. الساتلايتس اللي رصد كام ساتلايت؟ هنلاقي ان في هيدر كده بيقول لي ان رصد 9 ساتلايتس. زي 9G. كويس؟ يبقى هو في الرصده دي رصد 9 ساتلايتس جاب لهم الاوبزرفيشنز بتاعتنا اللي هي بي 1 وال 1 وسي 1 وبي 2 وال 2. تمام؟ طيب الساتلايتس دي ارقامها ايه؟ هتلاقي جنب التسعه ساتلايتس دول في جي 4 جي 12 جي 14 جي 25. ده معناها ترتيب الساتلايتس دي وارقامها. يعني اول رصده هنا هي عباره عن ايه؟ جي 4. الساتلايت رقم 4 هو جنب الاوبزرفيشن بتاعته. احنا قلنا المينيمم ساتلايتس كام؟ 4. هنا رصدت كام سبايد؟ 9 سبايد. تاني تقدر ايه؟ تحس. تمام؟ يبقى ده شكل الاوبزرفيشنز لما بيجيني الاوبزرفيشن ايه؟ تمام؟ حد عنده اي سؤال؟ الار يعني لونس، الاي يعني كاليلينو،
اسم يعني بيس كويس. وقصاد كل سيستم بيقول لك بيقول لك الاوبزرفيشن تايبس اللي الريسيفر بيجيبها من الساتلايت. يبقى ال سي 1 وسي 2 وسي 5 ده بالنسبه لايه؟ للجي بي اس. تمام؟ هو بيقدر يجيب ايه؟ ثلاثه سيجنز. هل كل الساتلايتس بتاعت الجي بي اس بتجيب ثلاثه سيجنز؟ لا. احنا قلنا لسه في الساتلايتس في مودرنايز منها في الاستقاله حديثا ده بيجيب ثلاثه سيجنز، وفي ساتلايتس في الجي بي اس قديمه ما بتجيبنيش الا ايه؟ 2 سيجنز. لكن هو يقدر في الاوبزرفيشن تايبس بيديك دلاله ان الريسيفر بتاعك يقدر يتراك ايه؟ السيجنال التالت. بالتالي لو في ساتلايتس بيبعت ثلاث سيجنالز هيقدر يجيب لك ايه؟ الثلاثه سيجنالز. ده معناه كويس؟ نفس القصه هتديها الجلونس الاوبزرفيشن تايبس بتاعتك وي جايبين وسي. خلي بالك وانت بتقرا الفايل ان الترتيب ده هو ترتيب ايه؟ الاوبزرفيشنز المهمين الكولومز بتاعت الاوبزرفيشنز. تمام؟ وبعدين بيدي لك بقى ايه؟ الاوبزرفيشن بتاعتك. هلاقي فايل سي دنيا منظمه. هو هنا اول كولوم بيقول لك والله رقم الساتلايتس ونوم. يعني اول رقم هنا بيقول لك ايه؟ ار او 8. يعني ار او 8؟ يعني الساتلايت ده نوم ايه؟ بلونس. رقمه كام؟ 8. كويس. ومدينك الاوبزرفيشن بتاع الساتلايت دوت اللي هي بنفس ترتيب ايه؟ الاوبزرفيشن بتاع الكلونز. تمام؟ خلي بالنا ان عدد الساتلايتس هنا بعد ما زودنا الكونستليشن الباقيه وصلت لكام؟ 25 ساتلايت. يعني كان عندنا في الجي بي اس 9 بس، بعد ما دخلت السيستمز الثانيه وصلت لكام؟ 25 ساتلايت. ده بيديني قوه ان انت تستخدم ايه؟ اكتر من سيستم ان كومبارسون مع مين؟ مع الجي بي اس. بس كان عندي 9 او كان 25، معنى كده ان انا عندي 25 اوبزرفيشن اقدر استخدمهم وطبعا ايه؟ بوزيشن بدل ما كان عندي 9 اوبزرفيشنز بس. 25 ساتلايت25 ونقول ان السطرايت ده يبعت لك ثلاثة سيجنز. سيجنال على ال 1 وسيجنال على ال 2 وسيجنال على ال 4. تمام؟ كل سيجنال منهم فيها كود اوبزرفيشن وفيها فيز اوبزرفيشن. لو قلنا ان كل سيجنال دي كود اوبزرفيشن بس كان عندك كام؟ 6 اوبزرفيشن من ايه؟ 1 سطرايت جي بي اس. عندك بقى 9 سطرايتس معنى كده ان انت عندك ايه؟ 6 تكسر. بعد كده اوبزرفيشنز كتير جدا. مش المفروض الجي بي اس ده بقى 32 اقصى 32 30 مش هتشوفهم مره واحده. لا شوف جزء منه. عندنا في الاوبزرفيشن هنا شايف 9 بس. ممكن لما تروح تعمل اوبزرفيشن في اي مكان تاني تشوف 8 تشوف 12. احنا لينا دعوه بايه؟ بالريسيفر شايف هو بالظبط ترتيب الاوبزرفيشن بقى هو موجود عندك في الهيدر ده ده لا قصدي الترتيب اللي هي اللي هو ترتيب الهيدر ده ما هو خلاص هو ما بقاش يتعامل مع سيجنال اللي هي مده السيجنال هو بيتعامل مع ايه مع اوبزرفيشن اوبزرفيشن تايبس يعني ال 1 دي هو طبعا منها تو اوبزرفيشن كود اوبزرفيشن وفيز اوبزرفيشن الكود اوبزرفيشن هو سموه لك سي 1 والفيز اوبزرفيشن سماه ال 1
ال1 الاس1 دي عباره عن رقم دي كده سي بتاع صدارة مش مهم بس بعد كده سي 2 ده بتاخدهم في الاوبزرفيشنز وبالتالي مطلوب في السترايك جي اس مثلا زي السترايك رقم 2 ده جي او 4 بس هتلاقي رقم اللي هو عباره عن سي 1 وبعدين رقم كبير ده معناه ال1 نفس الترتيب تمام وبعدين رقم يدل على الهيلث زي ما اتفقنا اللي هو الهيلث وبعد كده سي 2 وال2 تمام في حد مش فاهم حاجه دي بتاعت الدكتور حضرتك بتقول سي تمام بص على السلايد اللي قبلها تمام السلايد اللي قبلها بيجي لك الحروف بتاعت السيستم ستار الجي والار والاي سي صح؟ جنب كل واحد الاوبزرفيشن تايبس بتاعتهم بالترتيب بتاعهم هتيجي في الجي تجي لك سي 1 وبعدين ال 1 وبعد كده اس قلنا الاس ده دي تعبير عن الهيلث بتاع السيستم معنى كده ان انت بتكون الاوبزرفيشن بقى الاوبزرفيشن اللي بعدها وتشوف اي ساتلايت جي بي اس هو الرمز بتاعه جي زي تاني واحد جي 4 هتلاقي اول رقم عندك يبقى ده سي 1 جود اوبزرفيشن سي 1 الرقم الثاني اللي هو ال 1 رقم الجميل ده الفيس اوبزرفيشن على ال 1 تمام distance giving solution. Mm-hmm.
solution. يعني هو في الاخر ايه التكنيك اللي بيستخدمه عشان يطلع لي اكس واي زد. كويس؟ عشان نستخدم التكنيك ده احنا لازم نعرف ايه هي الايرورز اللي بتاثر على الاوبزرفيشن او بمعنى اخر. هل الاوبزرفيشن اللي جايه الاوبزرفيشن فايل جاي مثلا من ده البوينت ده عباره عن ديستنس من ساتلايت رقم 4 للريسيفر. هل الديستنس مين؟ ديستنس ترو ديستنس؟ هل هي اكيد ديستنس؟ ولا في ايرورز بتاثر عليها؟ ولو في ايرورز بتاثر عليها هل ده هياثر على الاكيورسي لو استخدمتها على طول ولا مش هياثر؟ او نسال نفسك سؤال تاني، هو ليه لما بستخدم النافيجيتور او الجي بي اس بلاقي ان في الاكيورسي بتاعتي منخفضه وبيديني سيرفر كبيره قوي عشان يحدد المكان بتاعي؟ طب ليه الجي بي اس ما بيطلعش اكيورسي عاليه على طول؟ ده في النافيجيشن. طب لو استخدمت ككنترول بوينتس ازاي اوصل يبقى عندي النافيجيتور اللي هو الجي بي اس الموجود في السيت مود بيطلع لي بوزيشن الاكيورسي بتاعتها 10 متر، وبستخدم برضه الجي بي اس عشان اعمل كنترول بوينتس توصل لاكيورسي 1 سم. ايه الفرق بين الاثنين؟ كويس؟ وايه اللي بيأثر هنا بالرفع الاكيورسي؟ هو بيأثر هنا بيديك اكيورسي 1 سم. تمام؟ الاسئله دي متعلقه بالايرورز اللي بتأثر على السيجنال. السيجنال لما بتطلع من الساتلايت عشان توصل للريسيفر بتتأثر بمجموعه من العوامل الجويه او الايرورز بتأثر لي على الديستنس. بمعنى لو عايزين نفهمها ان انا عندي سرعه الضوء اللي هي 3.8 كويس متر بير سكند، دي سرعه الضوء في ايه؟ في الفراغ. تمام؟ هل انا شخص واقف على سطح الارض والساتلايتس هل ده فراغ؟ ولا في عندي طبقات الجو؟ هل سرعه السيجنال في طبقات الجو هتبقى هي نفس سرعه السيجنال في الفراغ؟ وبالتالي ده كده انا بقيس ديستنس بيزد على تايم بي بي، التايم ده مش صح نتيجه طبقات الجو بتاثر لي على السرعه. مش قلت لكم انا كده تي بضربها في ايه؟ في السين. وبالتالي الديستنس اللي بجيبها مالها؟ فيها قلب. ده اول حاجه. تاني حاجه شرحنا في البدايه كنا الريسيفر الكلوك بتاعته مش زي الكلوك بتاعت الساتلايت. وبالتالي الدلتا تي اللي انا بحسبها بيزد على الكلوك بتاع الريسيفر دي فيها ايه؟ فيها مشكله. فيها ريسيفر كلوك قلب. كويس؟ الساتلايت انا شرحت لكم في البدايه وقلت لكم انه البلوك الموجوده فيه هي ايه؟ اتوميك بلوك اللي هي اضغط بلوك موجوده في العالم. كويس؟ وقلنا كمان ان هي اضغط كتير قوي من ايه؟ من الريسيفر، وبالتالي التايم بتاع الاثنين ايه؟ مختلف. الساتلايت بلوك دي نفسها فيها مشكله. ايه المشكله؟ ان الساتلايت بيتحرك. وانس ان الساتلايت اتحرك معنى كده انا عندي تايم بروبلم. كويس؟ ده نتيجة النظرية النسبية. كويس؟ الناس اللي بتقرا يعني في النظرية النسبية هتلاقي ان انت وانس انت اتحركت معنى كده التايم بتاعك ايه؟ في مشكلة. كويس؟ او في ديستورشن. وبالتالي الساتلايتس دي كلها مش موحد فيها التايم. فبسمي ده ساتلايت ايرور. نتيجة كل الايرورز دي قسمناها لثلاث انواع من الايرورز. لازم تكون حاططهم في دماغك وانت بتتعامل مع الجي بي اس. كويس؟ عندك ساتلايت ايرور متعلق بالاوربيتال ايرور، ونقول كلمه اوربيتال ايرور دي معناها ان الكوردينتس اللي وصلت للريسيفر بتاع الساتلايت دي مش قادر قوي. معنى كده ان فيها ايه؟ ايرور. فكلمه اوربيتال ايرور معنى كده ان الاكس واي زد بتاع الساتلايت فيها ايه؟ فيها ايرور. احنا الاكس ده واي ده كذا. الحاجه الثانيه ساتلايت كلوك ايرور هي ساتلايت بتاعت ايه؟ الساتلايت نفسها الجلوب بتاعت الساتلايت. تاني جزء او تاني برانش من الايرورز بسميه بروباجيشن ايرورز او الاتموسفيريك ايرورز.
وده متعلق بيه ان السيجنال زي ما قلنا مرت بطبقات الجو كويس، وبالتالي السرعه بتاعتنا ما بقتش نفس السرعه بتاعت ايه؟ الضوء. بقسمها لنوعين اللي هي بتمر بطبقتين بس طبقات الجو، الانوسفير ايرف والتروبوسفير ايرف كويس. النوع الثالث يعني في نوع من الايرف متوقف على الساتلايت وفي نوع متوقف على الجو، النوع الثالث متوقف على الريسيفر نفسه. الريسيفر اكبر ايرف فيه اللي هو ايه؟ الريسيفر لوك ايرف كويس. وده قلنا سببه ان الساتلايت او الريسيفر لوك مش نفس ايه؟ الساتلايت لوك. النوع الثاني اسمه المالتي باث افكت. يعني ايه مالتي باث افكت؟ يعني انت لما تنزل الريسيفر في منطقه زي المنطقه بتاعت الكليه عندك مباني، فالسيجنالز ممكن تيجي دايركت للريسيفر وممكن سيجنال تتعكس على من المبنى للريسيفر، لكن هي وصلت للريسيفر، بس هل السيجنال دي صح؟ لا. الافكت ده بسميه المالتي باث افكت. من عندي سيجنال خبط في المبنى وجاب ايه؟ للريسيفر. كويس؟ ده نوع من انواع التلف. وبالتالي بينصح بيه ان انت تحط الريسيفر ده في مكان بعيد عن ايه؟ المباني. لو انت بتعمل كنترول بوينتس، ما ينفعش تعمل كنترول بوينتس وانت وسط ايه؟ مباني، انت هيكون عندك المالتي باسنج افكت. كويس؟ النوع الثالث اسمه الهاردوير ديلي. الهاردوير ديلي ده يعني السيجنال اتعطلت في خلال الهاردوير بتاع الريسيفر نفسه. لما تيجي تشوف الريسيفر هتلاقي فيه سلوك زي بالظبط السيجنالز بتعدي فيها، فالسبيد بتاعتها برضه ما بتكونش زي السبيد اوف لايت، وبالتالي بسمي ده هاردوير ديلي. النوع الاخير اللي هي النويز. النويز اللي بتاثر في الريسيفر. النويز دي شكلها عامل ازاي؟ في التلفزيون القديم بتيجي وتقفلوه كان بيبقى فيه ايه؟ نرجوشه كده. دي بنسميها نويز. فالنويز دي بتاثر على السيجنال بتاعتي. بس كل الايروز دي بتعمل لي ايه؟ بتخلي لي انه الديستنس اللي انا جبتها من الاوبسرفيشن فايل ما تبقاش ايه؟ اكيد. تمام؟ يعني الديستنس اللي انا بجيبها من الاوبسرفيشن فايل هي فيها فعلا الديستنس الحقيقيه بين الريسيفر والسترايت بلس ايه؟ كل الايروز. تمام؟ اوكي؟ في حد مش فاهم قصه الايروز دي؟ نوع سبرايت ايروز و البروفوكيشن ايروز و الريسيفر ايروز، كل نوع من الانواع. طيب الكلام ده بيظهر لي ازاي؟ بشوفه في الاوبسرفيشن ايكويشن. الاوبسرفيشن ايكويشن يعني ايه؟ الاوبسرفيشن ايكويشن يعني ببساطه شديده جدا الاوبسرفيشن اللي انت هتجيبها من الاوبسرفيشن فايل علاقتها بايه؟ بالزرو ديستنس والايرف. بساطة شديدة جدا ان الاوبسرفيشن ديستنس اللي انت هتجيبها من الاوبسرفيشن فايل بتساوي الاوبسرفيشن او الديستنس الحقيقية بين الساتلايت والريسيفر بلس ايه؟ الايرف. تمام؟ فعندي زي ما اتفقنا نوعين منين؟ من الاوبسرفيشنز. كل الاوبسرفيشنز اللي هو البي. البي ده هو الرقم اللي انا بجيبه للساتلايت اللي هو الرقم ده. بس يبقى البي في بدايه المعادله هو قيمه الديستنس من الريسيفر للساتلايت اللي بجيبه منين؟ من الاوبسرفيشن فايل. تمام؟ زائد ايه؟ زائد الايرور. عندي الريسيفر كلوك ايرور، عندي الساتلايت كلوك ايرور، عندي تي دي ترون سبيد، عندي اي دي اير سبيد، عندي دي ار دي اس ده الهارد وير ديلي، عندي دي ام اللي هو المالتي باس افكت، وعندي الاي اللي هو ايه؟ النويز. تمام؟ يبقى تاني الايكويشن دي شكلها عامل ازاي؟ عبارة عن E اللي هو الكود اوبسرفيشن اللي بجيبه من الاوبسرفيشن فايل بيساوي الرو اللي هي الترو ديستنس من الساتلايت
روتس بتاع السبلاي والريسيفر الرو هتساوي السكوير روت بتاع اكس ماينس اكس سكوير بلس واي ماينس واي سكوير بلس زد ماينس زد سكوير اكس وواي وزد الكابيتال دول دول بتوع السبلاي واكس واي وزد بتوع ايه الريسيفر ده ايه الترو ديست انا ما عندي لا كويس زد الايرورز الايرورز هي عباره عن ايه السين دلتا تي ار ده الريسيفر لوج ايرور ماينس السين دلتا تي اس الساتلايت لوج ايرور بلس التي اللي هي التروبوسفير ايرور بلس الاي اللي هو الايموسفير ايرور بلس التي ار والتي اس اللي انا بسميهم الاثنين على بعض كده الهاردوير ديلي بلس التي ام اللي هي المالتي باس زائد الاي الاي اللي هي النويز اللي بتاثر في الاوبسرفيشن تمام الفرق بينها وبين الفيز هنلاقي نفس الايكويشنز نفس الايرورز لكن هنا باكوردز الفيز اوبسرفيشن اوبسرفيشن فايف كويس الاقي زياده عندي بس ايه اللي هي الرقم اللي احنا قلنا بيطلع لنا من ايه؟ الفيس اوبسرفيشن نعم. السي في الدي ار اس دي كونكت. ده بيرفع ده. الاي مره جمعناها ومره طرحناها. اه. كويس. الايفكت بتاع الاتموسفير عكس الكون عامل ايه؟ فوق كان عامل ايه؟ يعني الفكرة بتاع الكابل ويعني الديلي في السجن بتاع الكابل تعرفوا ما نيجي في الوصول اللي احنا قلنا او اتفادنا ان الوصيب لما يجي يجيب الوصيب المبوط ويجيبها في المشروع لكن في عنده صعوبة يقضي يجيب الوصيب لانه كل الويبرز بتاعت الكارير بتتصور الكارير عباره عن بيرودك سيجنال فما بيقدرش يفرق ما بين السيجنالز فبيدخل صم سيجنالز كده ما يعرفش عدد الكلمه فبنسمي الرقم ده ان او امبيجوس نمبر امبيجوس نمبر يعني رقم هو مش عارفين دكتور دكتور طب مش احنا كنا عارفين ان اصلا عدد الموجات دي لما بجمع عليها بيبقى الفرق ما بينهم ثابت حسب الكود بتاعي يعني انا عارف ال... مش انا عارف الكود وانا بجمعه على الكارير اصلا صح كده ما اعرفش الكود ايه مش انا مش لا عارف من الريسيفر الريسيفر عنده الكود حلو انا عارف الكود اللي في الريسيفر اللي انا اصلا بحسب منه واجيب منه الفرق طيب ما انا عارف ان المسافه ما بين الكود دي عارف تمام كده حلو انا هشوف بقى الموجه دي الموجه اللي شايلاها الفرق ما بينهم كام هعرف الان اللي انا عايز الان اللي حضرتك بتقول مبهمه دي مش مهندس بيتكلم كلام لوجيك ايه لوجيك بيقول مش مهندس احنا عرفنا الديستنس بتوين السبلاي والريسيفر من الكود صح تمام تمام فبيقول لي دلوقتي ببساطه شديده جدا انا ما اعرفش عدد السايكلز دي كام فانا عندي خلاص بقى عندي الديستنس سنة على الويفلنس اجيب ايه؟ ال ان صح؟ اه كلام لوجيك صح؟ مش سهل لو ال لا لو لو احنا عايزين نجيب مين؟ الـ N من الـ Code Observation صح؟ أنا لو جبت الـ N من الـ Code Observation أحتاج ليها الـ N أصلاً بستخدم الـ Code Observation as a distance of observation عشان أنا عايز أجيب distance الـ Code Observation بيدي distance هستخدم ليه بقى كده؟ عشان أحدد الـ Error عشان أحدد الـ Error اللي جوه الـ Distance بتاعته خلاص ما هي الـ Error هو نفس الموضوع لا مش هيبقى هو لان هي بتاعه من ثاني بس انا معاك واضح للناس افترض ان انت عندك شريط بتقيس بيه ديستنس كويس واحد مع شريط اكوس بتاعته عليه لكن مشكلته ان هو ناقص منه
متر وانت ما بتعرفش عمره سلم كام. تمام؟ يعني المفروض الشريط يبقى 10 متر بس ناقص منه متر يبقى 9 متر. بس الشريط ده very accurate. الدرجات باين عليه بشكل كبير جدا والتاني لما بيحصل المسافه بيحسبها بايه؟ بالملي. وعندنا شريط تاني كامل 10 متر كويس؟ لكن مشكلة التدريج بتاعه بايظ. فالاكوسي بتاعته انت مش عارفها بشكل كبير. بس تاني هاتي الكيس اللي هو اكوسي بتاعته بايظه المسافه مثلا قلنا بتكون ديستنس 10 متر فهو اسهالك على الشريط ده 9.7 تيجي تقول ان انا هعوض ال 9.7 بالشريط التاني معنى كده انت عامل ايه؟ انت خليت الاكوسي بتاع الشريط التاني اللي هو كبير جدا نفس الاكوسي بتاع هنا الشريط الاولاني. تمام؟ لكن الصح ايه؟ الصح ان انت تلاقي طريقه ثانيه تحدد بيها هو الشريط الاولاني ده ناقص قد ايه؟ ولو وصلت ان هو كان ناقص متر لو حليت المشكله اللي فيه ناقص متر هتقدر تجيب الديستنس بتاعتك الاكوسي بتاعتها ايه؟ عاليه جدا. ده بالظبط بالظبط الكارير والكوز. الكوز الاكوسي بتاعته منخفضه جدا. ليه؟ لان النويز اللي بتاثر في اللي هي البي دي عاليه جدا. الليفل بتاعها عالي جدا. يعني هو في نويز ريشيو ارقام بتطلع وبتنزل ميتا ليفل. كويس؟ لكن الفيز النويز ريشيو دي فيري اكوس توصل لسنتيمتر. فالريشيو بين الاثنين 1:100 تقريبا. كويس؟ يبقى تاني معلومه دي لازم تثبت في المرمى ان الكود الاكوس بتاعت مين؟ منخفض. النويز ريشيو فيه عالي. كويس؟ الكارير على العكس بين اكوس النويز بتاعته ايه؟ منخفض. ده اول ايه؟ حاجه. المشكله اللي في الفيس ايه؟ الانمي. ان انا لسه مش عارف احدد ان الفيس اكوس عالي جدا ومشكلته بس ان في كونسبت كده انا عايز احدده عشان اوصل للاكوس العالي. تمام؟ الكون ما فيهوش الكونسبت ده وبالتالي تحديد البوزيشن منه سهل جدا لكن مشكلته ان الاكوس بتاعته ايه؟ منخفض. كويس؟ ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انا عندي ايه؟ في ايرورز بتاثر على ايه؟ على الاوبزرفيشن. وبالتالي لو اهملت الايرورز دي معنى كده ان الاكوس بتاعتي مالها؟ هتنخفض. كويس؟ لو اهملت الايرورز دي ما عرفتهاش او ما عملتش كوريكشن ليها يبقى الاكوس بتاعتي هتبقى منخفضه. لو عملت كوريكشنز للايرورز دي معنى كده انا بوصل لاكوس دي اعلى. تمام؟ يبقى تاني يعني دي نقطه مهمه جدا. عندي كام اوبزرفيشن؟ اثنين كود وكام وكود فيس. تمام؟ لو استخدمت الكود معنى كده ان الاكوس بتاعتي ايه؟ منخفض. لان النويز ريشيو في الكود عالي. بالتالي الاكوس اي بوزيشن انت هتستخدمه بعد كده لما اجي اقول لك انه البوزيشن التكنيك ده بيستخدم الكود تبقى عارف اوتوماتيك كده ان احنا بنتكلم في اكوسي ميتا ليفل. وبالتالي الجهاز السيل فون بتاعك لما يجيب لك بوزيشن وتبقى الاكوس فيه 10 متر تعرف على طول ان هو بيستخدم ايه؟ الكود اوبزرفيشن وبيحل. فانت وصلت خلاص لميتا ليفل. هل انت محتاج سنتيمتر في الابلكيشن بتاعك؟ لا. وبالتالي هو ينف قوي بالنسبه له ان هو يستخدم الكودز بيجيب لك ايه؟ بوزيشن. كويس؟ لو استخدمت الكارير معنى كده انت بتوصل لاكوسي عاليه جدا سنتيمتر ليفل اكوسي. وبالتالي ما تروح تجيب كنترول بوينتس باستخدام الجي بي اس خلي بالك انت بتستخدم ايه؟ كود وكارير. يعني انت لو بتستخدم كود بس فانت ميتر ليفل لو بتستخدم كود وكارير انت وصلت لسنتيمتر ليفل اكوسي. تمام؟ دي اول حاجه تحطها في دماغك. ثاني حاجه البوزيشن الايرور. هل انت بتعالج الايرورز دي او بتعمل كوركشن
ماشي هيكون ستارت ايه؟ منخفض. وبالتالي لما نيجي ناخد ليكتشر تكمله ليكتشر من دلوقتي والليكتشر الجاي على البوزيشن تكنيك، اي بوزيشن تكنيك حتى لو سالتك في الامتحان على اي بوزيشن تكنيك تسال نفسك سؤالين، بيعمل ايه مع الدروس؟ حاجه ثانيه، هو بيستخدم ايه؟ كود ولا كود وكاد؟ لو جاوبت على السؤالين دول هديك درجه كامله. كويس؟ وهنيجي نشوف بعد كده الابلكيشن بتاعتنا، اي ابلكيشن بيحتاج اكيورسي عالي معنى كده انت بتستخدم ايه؟ كود وكاد. اي ابلكيشن انت مش محتاج اكيورسي عالي زي بالظبط عايز تروح من هنا لبيتك وتستخدم السيلفون بتاعك كنافيجيشن، انت مش محتاج اكيورسي عالي، مش محتاج سنتيمتر، محتاج ايه؟ مجرد متر ليفل. معنى كده انا هستخدم ايه؟ تمام؟ وبالتالي لو بنتكلم بقى على بوزيشن عندي اربع ساتلايتس اهو، الاربع ساتلايتس مين نافيجيشن مسج انا عرفت ايه؟ الكوبورتس بتاعتهم، ومن الاوبسرفيشن فايل انا عرفت ايه؟ الديسنس من الساتلايت ايه؟ ليرسيت. تمام؟ وعندي بجيب عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب البوزيشن، يعني لازم اجيب الريسيفر بوزيشن اللي هو الاكس والواي والزد، وكمان بجيب ايه؟ لو فاكرين احنا بنضيف النون رابع اللي هو كان الريسيفر بلوك كيرف اللي هو الدلتا تي واي، دول الاربعه ايه؟ النون، وبالتالي انت محتاج اربعه ساتلايتس او اكتر. بس يعني ما تحطش في دماغك اللي احنا بنسميه بس اربعه. يعني لو جالك زي الاوبزرفيشن فايل ده 9 ساتلايتس هتروح تاني 4 بنستخدم 4 بس. رقم 5 بنستخدم 4 بس، لا احنا بنستخدم 9. احنا لازم نستخدم ساتلايتس اكتر من كام؟ من 4 او 4 اكتر. كويس؟ معنى كده احنا بنستخدم ممكن نستخدم 10 ممكن نستخدم 20 ممكن نستخدم 25 بتوع ايه؟ الجي ان اس اس اللي احنا شفناهم في الفايل ده. تمام؟ و عشان نحل عندنا الايرورز لازم نعملها ايه؟ كوركشنز. ازاي بقى نتعامل مع الايرورز دي؟ ازاي نستخدم الاوبزرفيشنز ده البوزيشن تكنيك اللي احنا بنتكلم عنه. كويس؟ فالبوزيشن الجي ان اس اس بوزيشن ده انت اي تكنيك انا هشرحه سواء الليكشر دي او الليكشر الجايه بتقسمها لحاجتين. التكنيك ده بيستخدم اي اوبزرفيشن، هل هو كود؟ والكود ساعات بنسميه سودو رينج، سودو رينج. كويس؟ هل بيستخدم كود بس ولا بيستخدم كود وكذا؟ هنا الاكيورسي عالية، هنا بتتكلم سنتيمتر، هنا بتتكلم في ايه؟ في متر. الحاجة الثانية انت بتعمل ايه مع الايرورز؟ طبعا اللي انت بتعمله مع الايرورز يبقى عندنا اربع تكنيكس بنسميهم البوينت بوزيشن والريلاتيف بوزيشن والديفرنشال والبريسايز بوينت بوزيشن. كل تكنيك من ده هنتكلم عليه باستفاضه شويه. دلوقتي هناخد بس البوينت بوزيشن والمره الجايه هناخد الريلاتيف بوزيشن تكنيكس. كويس؟ في حاجه بس هنا مكتوبه، في حاجه اسمها ريل تايم. ما نشوف الكلمه دي مش بس في السيرفي او في اي مجال تاني من مجالات الهندسه. في حاجه اسمها ريل تايم وفي حاجه اسمها بوست بروسيسنج. ريل تايم حد متصور كده معايا؟ ريل تايم الوقت اللي فعلا هنستخدمه، الوقت اللي هنستخدمه فعلا في الشيء ده اللي هو الوقت اللي هيمر حقيقي. تمام. لا مش يعني مثلا بالحسابات هطلع تايم، بس التايم اللي هيمر هيبقى فيه ايرور عن التايم اللي انا حسبته ده. لا مالهاش علاقه خالص بالكلام ده. تمام. ريل تايم؟ ريل تايم دلوقتي اللي هو مش تمام. بالظبط. والابريكشن يعني هو بالنسبه لي زياده والحاجات دي. تاني الوقت اللي هو المفروض هو اللي احنا عملناه اصلا. نفس الكلام. مهندس. صح يعني احنا اتفرجنا
نيجي نقول اي حاجه في الانجنييرنج عامه في الريل تايم، معنى كده ان انت بتاخد اوبزرفيشن وتطلع سوليوشن في نفس اللحظه. او خلينا نكون منطقيين شويه في الكلام، ان انت بتطلع السوليوشن وانت اون سايت. يعني كلكم اشتغلتوا كمبيوتر ستيشن، طبعا كمبيوتر ستيشن كوردنتس، بنسمي كوردنتس دي اون ريل تايم. يعني انت وانت نازل في الفيلد طلعت كوردنتس، فبنسمي كوردنتس دي اون ريل تايم كوردنتس. تمام؟ يبقى نقول حاجه بوست بروسيسنج. بوست بروسيسنج معناها ان انت خدت اوبزرفيشنز وما طلعتش سوليوشن، ورحت بعد فتره عملت بروسيسنج للاوبزرفيشن دي وطلعت سوليوشن، فده بنسميه بوست بروسيسنج. تمام؟ البوست بروسيسنج ده احنا مش بنعمله برفاهيه، كل قصه من التولز بتاعتك او الانسترومنتس بتاعتك سواء في السيرفيه او في اي مجال من مجالات الهندسه، هل بيقدر يطلع لك سوليوشن وانت في السايت ولا لا؟ لو بيقدر معنى كده ان هو ايه؟ بيشتغل في الريل تايم. وده هنشوفه بشكل كبير جدا في الجي بي اس. يعني مش عارف فيكم ناس شافوا الجي بي اس في الموقع ولا لا، لكن اللي شافوا فيكم او خلينا ما شافوش او ما شافوش، احنا عندنا حاجه وعند ريستا اسمها ار تي كي، ريل تايم كينماتيك. ريل تايم كينماتيك ده بنعمل فيه ايه؟ بيبقى عندنا جهازين جي بي اس، وده اللي هنشوفه الاسبوع ده في اللاب. وفي جهاز منهم او جهازين بيبقى فيهم راديو. راديو كويس، الراديو ده بينقل سيجنال من الجهاز الاولاني للجهاز الثاني. وبالتالي التو يونتس دول متوصلين مع بعض. وبالتالي بيقدروا من توصيلهم ان هم يطلعوا لي سوليوشن دقيق في الريل تايم. كويس؟ لو انا ما عنديش الراديو ده في الجهازين، معنى كده ان انا هاخد برضه نفس الاوبزرفيشنز، لكن هنزل الاوبزرفيشن فايلز من الجهازين على اللابتوب بتاعي وادخلها على سوفت وير واحد. الفايل الاولاني من ده انت خدت الحل في الريل تايم، الثاني انت عملت ايه؟ بوست بروسس، نزلت الاوبزرفيشنز جبت لها ايه؟ سوليوشن. كويس؟ الاثنين دول هيقابلوكوا كتير قوي في ان شاء الله يشتغلوا. ما تفرقش خالص كسوليوشن. الفكره نفسها انت محتاج السوليوشن ده في السايت ولا لا؟ ففي تكنيكس زي البوينت بوزيشن هو ريفاين. يعني حضرتك لما تروح من مكان لمكان السيل فون بتاعك ده بيستخدم البوينت بوزيشن تكنيك. فما ينفعش تجيلي اوبزرفيشن وتروحي البيت تحليها، خلاص عايز تروح من المكان ده للمكان ده، فلازم تيجي حل ايه؟ لحظيا. فده بنسميه ريل تايم. فالبوزيشن التكنيك اللي هو البوينت بوزيشن ده هو ريل تايم. ما بحبوش اصلا في البوست بروسيسنج، مش معنى. تمام؟ لكن باقي التكنيكس دي ممكن احلها في الريل تايم وممكن احلها في البوست بروسيسنج. تمام؟ دكتور حضرتك قلت لا، على حسب الجهاز بتاع جي بي اس ده لو عندي حاجه معينه بقدر اكسب في الريل تايم، لو عندي جهازين وهنفهم يعني ايه ليه عندنا جهازين، ده اللي مش حكايه. ده ممكن استخدم راديو. راديو بيبقى راديو متكب في الجهاز ده والجهاز ده. او اجيب راديو خارجي. وظيفه الراديو ده ان انت اوبزرفيشن من الروبوت للبيز والبيز خارجي. هناخدها كام شهر؟ هاخدها من البيت شهر. كويس؟ ده الراديو. لو عندي جهاز واحد انا باخد السوليوشن على طول طلعه لي الريسيفر. هل هو دقيق ولا لا؟ عن جهاز واحد فبتقدر تطلع اي بس مستني تدخل بقى الاسبوعين دي، وده ان شاء الله هتعمله الاسبوع الجاي. الاسبوع ده هديك اوبزرفيشن فايلز، هديك فايلات ثانيه معناها الفيكشن الجاي، وهتطلع على السوفت وير وتحل مع الفيديو. وهتيجي كلمات جديده جديدة على اول طريق ليه، او هتيجي كلمات جديده في تكتيرها. تمام؟ هناخد بس الجديد ده وبعد كده الجديد تخلص المحطه. اي جديد بقى هناخد اول واحد اللي هو البوينت بوزيشن. بصوت شايف ده
بوينت بوزيشنينج هاي التكنيك بنسمي نفسنا ايه؟ سيلر اول حاجه في البوينت بوزيشنينج انا بستخدم ريسيفر واحد ريسيفر واحد اسمه بوينت تاني باجي عند النقطه واحط الريسيفر بتاعي في تراك كاس فرانس كان 1 ريسيفر اس تمام الاوبسرفيشن اللي بستخدمها هي الكود اوبسرفيشن تمام ده بوينت اي بوزيشن معنى ان انا بستخدم كود اوبسرفيشن معنى كده ان الاكوسي المتوقعه ايه؟ منخفضه تمام ما نيجي نشوف المعدلات المعدلات بتاعتي البي دي اتفقنا عباره عن ايه؟ الاوبسرفيشن اللي بجيبها من اوبسرفيشن فايل اللي هي كود اوبسرفيشن بتساوي دي كانت ايه؟ الرو فاهمين؟ هي الرو ديستنس بتساوي سكوير روتس بتاع دلتا اكس سكوير دلتا واي سكوير دلتا زد سكوير ايه الاكس 1 والواي 1 والزد 1 زي ما متعلقه بالبي 1 الاكس والواي والزد 1 هي عباره عن الاكس والواي والزد بتاعت ايه؟ ساتلايت 1 تمام؟ الاكس والواي والزد كي هي عباره عن ايه؟ ديستيشن X و Y Z بتاعت ايه؟ الريسيفر عند بوينت ايه؟ K تمام؟ ده عبارة عن بس المجاهيل بالنسبة لنا هي ايه؟ أنونس ايه؟ X و Y X و Y و Z بتاعت بوينت ايه؟ K X و Y و Z بتاعت سكوات بوينت ايه؟ معروفين من navigation مصر الأنون اللي بعد كده اللي هو ايه؟ C بدلتا T لو الريسيفر لوك ال تمام تيجي نعمل سترايت تاني هيديني كود اوبسرفيشن سترايت رقم 2 بجيبه الاوبسرفيشن فايل بيساوي نفس السكوير كود بس بدل اكس 1 بقى ايه؟ اكس 2 واي 2 وزد 2 ده اكس واي زد بتاع سترايت رقم كام؟ 2 بلس سي دلتا تي ايه؟ كيف؟ حد نفسي؟ لا سبعة نفس نفس السيما نفس السيما طبعا وبالتالي سي دلتا تي كي هي نفس السيما دلتا تي كي هي نفس سي دلتا تي كي سبعة رقم ثلاثة هي نفس سي دلتا تي كي سبعة رقم كام؟ أربعة خمسة ستة هي نفس السيما دي كويس؟ وبالتالي عندي أربع معدلات أو أكثر حسب أنا عندي كام سلايد كم أنون أربعة إكس واي زد ريسيفر وإيه ودلتا أو سي دلتا تي إيه ها طيب باقي الأيروز اللي عندي إيه؟ البوينت بوزيشننج بصحح الساتلايت بلوك من النافيجيشن مسج يكون تصحيح مش هيكويس وبهدم كل الايروز او بعض الباقي الايروز فانا في بوينت بوزيشن استخدمت الكود وعملت ايه في الايروز؟ عملت نجلكشن مبدئيا الايروز اتنين متوقعين الاكروس بتاعت البوينت بوزيشن من كام؟ الاكروس بتاعتها من فوق بنتكلم في ميتر ليفل اكروس تمام؟ بنتكلم في اكروس توصل ل 10 متر او اكتر ممكن في بعض الحالات توصل ل 100 متر ده الاكوسي بتاع ايه؟ البوينت بوزيشن ليه؟ لان انا بستخدم كود اوبسرفيشن وما عملش تصحيح كامل لايه؟ تمام؟ ده بالظبط اللي بيستخدمه النافيجيشن العربيه او السيت فون بتاعك ان هو بيجيب لك بوزيشن باستخدام ايه؟ البوينت بوزيشن تلاقي الاكوسي بتاعتك ايه؟ منخفضه هل انت محتاج اكورسي عالية؟ الابلكيشن ده تحطه تاني في الوايس بس دي بوزيشن از فيري انف للكلام تمام؟ تمام؟ هل تفكر في التنظيم؟ زي ما عملت
كما يغش مين؟ الباشمهندس سألني المرة اللي فاتت هل ممكن مش عارف المجموعة دي أو المجموعة اللي فاتت هل سيما كلوك تيرور ممكن يكملوا؟ لا. سيما كلوك تيرور ده ممكن يوصل الإفكت بتاعه ل 30 أو 40 كيلو متر. وبالتالي أنت لو أهملت سيما كلوك وشلت المضمون ده وقلت لي أنت عندك إكس واي زد أنت نقطة هنا بيحصل إدراك. ما ينفعش تجيب نفس ده. منطقي جدا. كويس؟ فالسيما كلوك تيرور ما بيهموش. وبيتاخد في المضمون زيادة. مش كده احنا محتاجين كام مضمون؟ كام سفرات في 4 سنوات؟ تمام؟ حد عنده أي سؤال؟ نعم. عندنا في ناس منكم سألوني ازاي هنحل او ازاي اسال اسئله الكلام ده هو بعيدا عن الامتحان انت اهم حاجه تطلع منها من الليكتشرز دي كويس ان انت تكون فاهم الجي بي اس بيشتغل ازاي اهم حاجه في اللاب الاسبوع ده تكون فاهم الهارد كي هناخد الهارد كي ازاي نشتغل بالهارد كي بوزيشن كويس هو للاسف بس عشان احنا عندنا جهاز واحد فانتوا هتبقوا متفرجين متفرجين ربع جهاز كويس عشان ما ينفعش اصلا تفتح الجهاز وتقعد بيه كل واحد بس تصوروا كده يعني هو كده هنصور فاهم حاجه تبقى منتبه لان ده شغل حقيقي بقى انك تشتغل ازاي الجهاز الارضي كده او لما تشوف السايت تكون عارف الناس اللي بتشتغل بيه بتشتغل بيه ازاي كويس ده واحد تاني حاجه تكون فاهم ان في حاجه اسمها اوبزرفيشن فايلز وفي حاجه اسمها اوبزرفيشن اصلا مش مجرد ان احنا بنستخدم الجهاز ده ففي شاشه تطلع لنا ايه بوزيشن لما تيجي تبص اصلا على الجهاز مش هتلاقي فيه شاشه كويس يبقى في كنترولر كده كنترولر ده ما بيطلعش بوزيشن تمام دي اول حاجه تكون ايه داخله في دماغك ان انت مش هتستخدم جي بي اس يطلع لك بوزيشن تكون فرحان وتقول كده مش الكلام ده عندنا احنا بنعمل اوبزرفيشنز وعندنا سيستمز من الجي بي اس اسمها ار تي كي ممكن نحل بس برضه هتاخد الاوبزرفيشن يبقى هنا سوليوشن بقى وتحطه على ايه الجهاز بتاعك بس يلا تاني حاجه ان احنا هنتعلم التكنيكس تكون زياده عندنا كمهندس بقى عشان لما تيجي تتعامل مع ناس بتوع سيرفين تكون فاهم اللغه بتاعتهم وتكون فاهم لو تعرضت لموقف انك ازاي معاك اوبزرفيشن فايلز وعايز تعمل كنترول بوينتس ازاي تستخدم التكنيكس دي اونلاين حتى او باستخدام سوفت ويرز ان انت تطلع بوزيشن للجي بي اس ريسيفر بتاعك فده اللي احنا هنتعلمه في التول لابس الجاية مش هسألك عليه في الامتحان انت ازاي تستخدم الهارد كي ممكن اسألك طبعا في اللاب ايه البروسيجرز اللي انت شفتها في اللاب بيستخدم فيها هارد كي وده في الفيلد اساينمنت يعني الفيلد اساينمنت انت تكون اهم حاجه تكون واقف وبتشوف ايه الستبس اللي اتعملت قدامك عشان يبدا يطلع السوليوشن او يبدا يرفع المبنى باستخدام هارد كي كويس؟ يعني ده مهم جدا بالنسبه لك. الحاجه الثانيه ازاي يكون عندك اوبزرفيشن فايلز؟ ايه السوفت ويرز اللي بتحل؟ وازاي تحل من اوبزرفيشنز فايلز؟ ازاي تطلع بوزيشن؟ ده هتعلمه بلاد الاسبوع اللي جاي. الحاجتين دول لازم تكون طالع من الكورس فاهمهم وعارف بتعمل بيهم كويس؟ ده مبدئيا، ده بعيدا بقى عن الامتحان وبعيدا عن اي حاجه. فانت بتتعلم هنا ازاي تستخدم الجي بي اس في حياتك. كويس؟ كم امتحان انا منزلك هوم ورك ده حاول تحل الاسئله دي من السلايدز انت عندك سلايدز كويس السلايدز دي هتلاقي فيها الحل بتاع الاسئله دي شكل الاسئله اللي بتجاوب فيها كويس فمثلا مثلا لو جينا بصينا على اول سؤال ده بيسالني عن ايه؟ بيسالني عن سيجمنتس للجي بي اس
ايه السيجمنتس بتاعت الجي بي اس؟ عندنا كام سيجمنت؟ ثلاثه. ده هو بس الاستيس اللي هو كان الساتلايتس والكنترول اللي هي الاستيشنز اللي هي كانت متقسم ثلاثه مونيتور وابلودنج وايه ماستر. وعندك الثالث اللي هو كان عباره عن ايه؟ اليوزر والسيجمنتس. بسيطه سؤال بسيط جدا موجود في السلايدز بتاعتك تمام؟ سكتش احنا سكتش برضه تمام؟ السؤال بعد كده بيسالك عن لايتس هوموجينيوس سيجنالز. لان الجريد سيجنال دي بتتقسم الاستراكشر بتاعنا في عندنا بلو سيجنالز وعندنا ايه؟ كارير سيجنالز. تشرحهم وترسم. هل في مشكله في الكلام ده؟ تقدر تركز على التشريع دي وتقدر لا تنتهي. تاني دي هيبقى فيه سؤال ناقص بس ده هيبقى متعلق باخر ليكتشر. اخر ليكتشر هناخدها از ابلكيشن. از ابلكيشن على السيرفي يعني احنا كل اللي درسناه كل اللي درسناه درسنا ليفل درسنا فوت ابلكيشن درسنا جي بي اس. حضرتك معاك التولز دي ومطلوب منك انك ترفع طريق. هتعمل ايه؟ هل عندكم اجابه؟ معايا ايه اصلا؟ معايا انت مش درست الليفل؟ درست فوتر ستيشن ودرست الجي بي اس. كويس؟ المره الجايه هنخلص الجي بي اس. تمام؟ معاك التولز دي وحضرتك بعد ما تقرر ان شاء الله معاك التولز دي ونازل السايت. هدي لك اجابه هيقابلك واحد هيقول لك معاك التولز اهي يرفع لي المكان. هتعمل ايه؟ في كنترول وانا ارفع لك وانت ترفعه وانس موقع ده بيعرف كل حاجه كل حاجه كنترول بيتس موجود في الكابل ايه البروسيجر؟ اخر ليكتشر دي حطها على جنب انت ممكن في حياتك ما تقابلش سلبيه يعني لو اشتغلت كديزاين ما تقابلش سلبيه بس ممكن تقابلها لو نزلت موقع كويس حطها على جنب كده واعرف البروسيجرز انت ازاي تشتغل بايه؟ بالتولز بتاع السيرفيلانس. دي متعلقه بايه؟ باخر ليكتشر والليكتشر دي هسال فيها سؤال في المحل. هو سؤال كده معاك التولز دي هتعمل ازاي في الابلكيشن؟ تمام؟ في اي مشكله عندك؟